السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع الجلفة اللي نقف على التسليم نتاع المشروع نتاع الفندق الرائع الذي تم إنشاؤه مؤخرا في مدينة الجلفة، واللي هو من طراز 4 نجوم. إذن ونخليكم تتابعوا هذه الجولة في أرجاء هذا الفندق الجديد بولاية الجلفة، والسلام عليكم. اليوم بفضل الله خلصنا لجنة واستفدنا من رخصة استغلال ورخصة تصنيف. نشكر السيد الوالي على التحفيزات اللي منحانا والخروج إلى الميدان، وأيضا نشكر السيد رئيس الجمهورية على التحفيزات والديناميكية مؤخرا في الاستثمار. ما ننساوش بلي ولاية الجلفة ولاية محورية إن شاء الله. احنا عندنا عدة طموحات باش نديروا السياحة الحموية وأيضا السياحة الجبلية. نحن الآن في فندق البيت، مشكور السيد فتحي على هذا الإنجاز والمولود الجديد الذي يعرف معايير دولية. كما راكم تشوفوا هنايا كل المواد المنجزة بمعايير عالية الجودة، وأيضا الخدمات راح تكون خدمات راقية، بمعنى بأكثر من 4 نجوم، نقدر نقولها ونعاودوها، أكثر من 4 نجوم. وأهم شيء هي التسمية، لأن المنطقة معروفة بالضيافة والكرم، ونشكره أيضا لاختيار هذا الاسم اللي هو البيت، والبيت تجمع كل شيء وتجمع إن شاء الله، باعتبار أن ولايتنا همزة توصل وهي القلب النامض للجزائر الحبيبة.